إذا كان الأهلي بين الهلالين، الهلال السعودي وقد فاز الأهلي ورجع من الإمارات ببرونزية كأس العالم، فقد سافر بالأمس إلى العاصمة السودانية الخرطوم ليواجه شقيقه السوداني الهلال في الثالثة بعد ظهر غد إن شاء الله الجمعة في بداية أو في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا. معنا من الخرطوم الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي ضمن البعثة. مساء الخير يا كريم. مساء الخير يا استاذ ابراهيم المنيسي، تحياتي ليك طبعا وتحياتي للباشمهندس عادل القيعي وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي، وبقول للباشمهندس عادل الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. فضل. كريم يا ريت تضعنا في الصوره كامله عندك وحاله الفريق ومدى الاستعداد لمباراه الغد. يعني نقدر نقول بانتهاء تدريب اليوم اللي كان على ملعب الجوهره الزرقاء خلاص انتهت بقى الاستعدادات الخاصه لفريق النادي الاهلي بالنسبه للتدريبات والتحضيرات لمواجهه الغد ان شاء الله الثلاثاء ان شاء الله عصرا هنا بتوقيت الخرطوم، الهلال السوداني والنادي الاهلي ان شاء الله في الانطلاقه اللي بنتمناها وبنعملها ان شاء الله تكون انطلاقه جيده وقويه لفريق النادي الاهلي كعادته زي ما عودنا النادي الاهلي فصل كبير جدا بكل البطولات، بنفرح في اوقات معينه، بنقفل على طول الصفحه، بنبدا نفكر بدوافع جديده برغبه جديده باصرار جديد ان شاء الله في هذه البطوله، وباذن الله ان شاء الله حلمنا كبير جدا ان احنا نحقق البطوله للنسخه الثالثه على التوالي. ده هيبقى مجهود كبير جدا كعاده النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته والجهاز الفني ان شاء الله باذن الله كل الترتيبات والتحضيرات تصب في مصلحه النادي الاهلي في ال 90 دقيقه اللي بنعملها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. يعني عايز اقول لك طبعا يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم النهارده طبعا اليوم كان مليء شويه بالاخبار، يعني بدايه طبعا من صباح اليوم النهارده كان في المؤتمر الصحفي كان 2:30 و3 طبعا عصرا هو موعد المباراه وكان تدريب فريق النادي الاهلي على ملعب الجوهره الزرقاء، 15 دقيقه معتاده طبعا لكل وسائل الاعلام اللي حرصت ان هي تكون متواجده طبعا لمشاهده طبعا النادي الاهلي وتسجيل طبعا لقاء طبعا بيتسو موسيماني والاطمئنان بشكل عام على الحاله الخاصه بفريق النادي الاهلي، ثم طبعا الامور الخاصه بها المحاضرات الفنيه المستمره الحقيقه من بيتسو موسيماني، راجل بيحضر بشكل كبير جدا لهذه المباراه من هو الحقيقه في كاس العالم، طالب طبعا محللي الاداء ان هو يقف طبعا على كل نقاط القوه والضعف من خلال لقطاته الهايلايتس الخاصه بنادي الهلال السوداني، الراجل مميز الحقيقه في هذا الامر في الاستيعاب وفي القراءه الفنيه، بيطبق نظري في المحاضرات وبيبدا يطبق عملي كمان فيها التدريبات. النهارده التدريب كان جيد جدا لفريق النادي الاهلي، هو كان 60 دقيقه، معالم التشكيل طبعا كان مختفي النهارده، الراجل ما حاولش ان هو يظهر كل الامور الخاصه بيه التشكيل، لكن كان في جديه كبيره، الراجل النهارده حاول ان هو يعمل بعض الكروسات، بعض التصويبات، بعض التمركزات الخاصه بالجمل التكتيكيه، الجديه واضحه جدا مع لعيبه النادي الاهلي واضحه كمان في فندق الاقامه، الكل بيركز من المطعم الى الغرف الى المحاضرات الى التدريب، هي 24 ساعه مش وقت طويل طبعا انت عارف يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، هي سفرية سريعة شوية لكن فيها شغل كبير وفيها مجهود أكبر لأن لعبتنا رجع من مجهود كبير جدا في كأس العالم الحقيقة مع الجهاز الفني، لكن بطمنك الحقيقة وبطمن كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي المعنويات مرتفعة والتركيز كبير جدا، إن شاء الله يكون التوفيق معانا وغدا بقى الأمور تكون ماشية بشكل طيب جدا وده اللي بنأمله إن شاء الله باشمهندس عادل يا أستاذ إبراهيم.